ليه بعد ما رجعون؟ لا لا ما تنطريني، عندي شوية قصص لازم خلصها قبل السفر. أوكي بخبرك، تبعي حالك. يا سلام، ان شاء الله يكون طبخك. ما زهقت بعد من طبخ البيت؟ زهقان من طبخ مرتي، بس حلو يدوق طبخك شي مره. عجبك؟ لو كان هيك كان عجبني أكتر حبيبتي. ما تقلبي هلا، سبق وحكينا وكل شيء بوقته حلو. ما بدي سافر وانت زعلانة. كم يوم سافر؟ أسبوع بالكتير. بجيب لك شيء معي؟ لا مرسي، مش ناقصني شيء حبيبتي. بكفي سير بحالك بهالشغل. تعالي غيري جو. لحالي؟ عوافي يا ابو احمد. سيماء اهلا ابني. احمد تعال شوف صاحبك.